مواجهات من العيار الثقيل تنتظر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع انطلاق شهر أغسطس. مباريات حاسمة للزمالك في أغسطس من أجل الظفر بلقب الدوري وعناق الدرع للموسم الثاني على التوالي والرابع عشر في تاريخه. وتبدأ مواجهات الحسم للفارس الأبيض في شهر أغسطس أمام بيراميدز مساء غد الاثنين، على أن يحل الزمالك ضيفا على الجونة يوم الجمعة المقبل. ويستكمل الزمالك مواجهاته الحاسمة في أغسطس بملاقات مصر المقصة في اليوم الثامن من الشهر، ثم مواجهة فاركو في الإسكندرية يوم 19 من أغسطس. 23 من أغسطس سيكون الزمالك على موعد مع مباراة جماهيرية أمام فريق الاتحاد السكندري بالقاهرة، كذلك الخروج لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 من الشهر، واختتام مشواره في الدوري بمواجهة إسترن كامباني في 29 من أغسطس. نجوم القلعة البيضاء يرفعون شعار الفوز وحده ولا غيره خلال ما تبقى من مباريات في مشوارهم بالدوري الممتاز من أجل الإبقاء على الدرع داخل أروقة ميت عقبة.